صفر مع فريق اللي بحنا لكن عارفين استاد ماركو عندهم لاعبين في المستوى لاعبين اللي متميزين بحال قديوي الحجي عبد الله صبرون اللاعبين اللي عندهم الاكسبيريونس كنا عارفين الى عطيناهم شويه ديال الثقه غادي يمشيونا هادشي جا نسيس على اللاعبين على انهم بوندون بروميير ميطو على انهم يضغطوا عليهم الحمد لله الضغط على الوقت ديالو كنت صدرت غير بزاف ديال الاهداف مالوروزمون ميس زوج ديال الاهداف تراجعنا واحد شويه النيفو ديال البريسينغ سي فري على انه باش ديال البريسينغ حسيت ضم ما يكون بسهل الدراري حاولت ما امكن البون دي توش نعطيهم دي كونسين باش نبقاو غادي في الطريقه اللي رسمنا اول ماتش بلوي ميطال شويه كيفاش دازت كان طونجي علينا ضيعوا تقريبا واحد جوج ديال الكوري اللي كانوا رجعوا في المقابله حنا كذلك لاعبين خصوصا في البريمير ميطال طبقوا واحد 90% داكشي اللي تكلمنا عليه الشوط الثاني يعني جي والله يسيي دو باش نديرو عاوتاني الضغط على الفريق لانه سي فري ان الفريق اللي تكون خاسر غادي يخرج باش يلعب استغلينا الفراغات اللي كاينين في الدار سجلنا جوج ديال الاهداف قريب النتيجه كنعتبرها انا مستحقه للمجهود اللي قاموا اللاعبين والمستوى اللي قدموا اللاعبين انا فرحان بزاف بعدد كبير من اللاعبين اللي دخلوا اليوم اول مره هل مهدي كذلك من خشو اللي شحال هذه ملعب الحمد لله اليوم عطى واحد المستوى اللي مقبول كذلك رضواني المستوى مقبول الحمد لله حنا كنوجدوا اللاعبين ما هو قادم ان شاء الله في المقابلات ديال الشامبيون ديال لاكوب الحمد لله اللاعبين اليوم مشكورين كذلك الجمهور على المسانده ديالو راه مشروطه كنتمنى ان نبقاو غادي في هاد لاكورس هادي ماتش بار ماتش ان شاء الله باش نديرو واحد لا سيزون ان شاء الله.